بداية كده كان في كلام ان المباراة هتتنقل وهتبقى المباراة بتاعت الداخلية، وبعد كده قيل ان لا الكلام ده رجع تاني بعد حل موضوع البث، يعني ايه القصة؟ هو بالظبط كده كابتن خالد. طبعا انت عارف مشكله البث، فطبعا كان وارد ان يحصل زي ما حصل مع مباراه المقاولين والاهلي. تمام. المقاولين والاهلي كانت مباراه الاهلي ونقلوها المقاولين عشان مشكله البث. اه بالفعل النهارده دار اتصال تليفوني بين الكابتن هادي خشبه واللي هو عثمان دسوقي المدير التنفيذي، اه والكابتن هادي خشبه بياخد راي اللي هو عثمان في حاله ان ممكن ننقل المباراه تبقى بتاعه النادي الداخليه. اه خد راي اللي هو عثمان، قلت له ماشي اوكي احنا ما عندناش مانع، بس يبقى في الميعاد اللي احنا حددناه، الميعاد اللي هو هيبقى الساعه 2:30 في استاد الدفاع الجوي. تمام. واتبعت فاكس بهذا من هذا المنطلق للنادي الاهلي، وما تمش الرد. بس احنا يعني خلال الساعات القليله اللي فاتت دي عرفنا ان مشكله البث اتحلت، وبنسبه كبيره جدا المباراه هتبقى بتاعت النادي الاهلي في نفس الميعاد في نفس الملعب بتاع استاد القاهره. تمام. انما دلوقتي اللي بيدور برضه الحديث ان في احتماليه تاجيل مباراه الزمالك 24 ساعه، وبالتالي تاجيل مباراه الاهلي والداخليه 24 ساعه عشان الفضائيات تقدر تجهز نفسها انها خدت البث. فكل الكلام ده احنا بنقراه على المواقع، انما مفيش حاجه. لا يا كابتن، على ارض الواقع الحقيقه ان الماتشات في ميعادها. هو اللي حصل ان النادي الاهلي قيل تخلوا مباراتكم بدل الاثنين الثلاث، فالنادي الاهلي قال ما فيش اي مشكله. جه كلموا نادي الزمالك يخلوا بدل مباراه بكره يخلوها يوم الاثنين، بس بشرط ان الزمالك يلعب الاثنين ويلعب يوم الاربع تقريبا او مش عارف خميس مع القناه في اسماعيليه، وكمان عنده يوم الاحد بطوله افريقيا مع النيجر. فالزمالك رفض، يعني قال ما ينفعش العب وبعديها بيومين العب ماتش تاني وبعديها بثلاث ايام العب في افريقيا، لان الزمالك مشارك في الدور ال 64 غير الاهلي في دور ال 32، وايضا ما ينفعش يخلص يلعب ماتش يوم الاثنين وبعد كده يسافر بعديها بيومين يلعب ماتش في الاسماعيليه مع القناه. فالزمالك رفض، فبقى الوضع على ما هو عليه، الزمالك يلعب بكره والاهلي بعد بكره. ده لغايه دلوقتي الكلام اللي جاي يعني. يبقى تمام كده، يبقى احنا مباراتنا بنسبه كبيره هتبقى مع النادي الاهلي يوم الاثنين في استاد القاهره في ميعادها، وتبقى مباراه النادي الاهلي ان شاء الله. تمام. شكرا كابتن علاء عبد العال. دي